أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قال أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني إن تصدير السلع للعراق بلغ 2,500,000,000 دولار خلال 100 يوم الماضية. وأضاف حسيني أن الغرفة التجارية المشتركة تستهدف بلوغ الحجم التجاري البيني 20 مليار دولار في السنة الإيرانية الجارية التي تنتهي في 20 آذار 2020، مشيرا إلى أن عدة برامج تحفيزية منها إبرام اتفاقية والتخطيط لاستيراد السلع التي تحتاجها إيران عبر العملة الأجنبية المتأتية من الصادرات العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي. قال عضو اللجنة المالية هشيار عبدالله إن هناك ديونا خارجية متراكمة على كردستان العراق تتجاوز 30 مليار دينار بسبب سيطرة العوائل الحاكمة على ملف النفط. وأضاف عبدالله أن مديونية كردستان ارتفعت إلى أرقام مخيفة بسبب عدم وجود الشفافية والنزاهة في ملف النفط والغاز. هذا وأشار عبدالله إلى أن استمرار الأمور على ما هي عليه من سطوة الأحزاب وإثراء العائلات السياسية يشكل خطرا كبيرا على كردستان العراق. اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وزارة التجارة بالتنصل من مسؤولياتها تجاه صرف مستحقات الفلاحين في كردستان العراق. وقالت عضو اللجنة مياد النجار أن وزارة المالية صرفت مستحقات الفلاحين عن الأعوام الماضية وسلمتها إلى وزارة التجارة لتوزيعها على أصحابها مقابل ما تستلمه منهم من الحنطة والشعير، إلا أن وزارة التجارة لم تقم بواجبها. وطالبت بإصدار قرار برلماني ملزم لوزارة التجارة بصرف المستحقات المالية التي بذمتها للفلاحين. هذا وأعلنت هيئة الجمارك إتلاف أدوية بشرية وأشرطة ورقية تستخدم للغش التجاري في مطار بغداد الدولي. وبحسب بيان لهيئة الجمارك فإن سلطات الجمارك في المطار تمكنت من حجز أدوية بشرية وإكسسوارات مختلفة بكميات تجارية دون استحصال موافقات رسمية لها، داعية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم جلب بضائع وسلع بكميات تجارية عبر صالات المسافرين في المطارات. قال النائب عن تيار الحكمة علي البديري إن فساداً كبيراً يلاحق ملف القرى العصرية التي صرفت عليها مليارات الدنانير دون جدوى أو فائدة. وأضاف البديري أن تلك القرى كان من المفترض أن توفر آلاف فرص العمل، لكنها بقيت مهجورة ومعلقة دون استكمال مرافقها الخدمية، لافتاً إلى أن مجلس مكافحة الفساد يجب أن يتحرك لفتح هذا الملف. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.